مبارك عليكم الشهر. دايما مع قدوم رمضان بيبقى في تساؤل عند معظم الناس، علاقة الصيام أو مدى تأثير الصيام على أي شخص عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، أو بشكل عام حتى لو سليم إزاي الصيام ما يعملوش مشاكل أو ما يسببلوش مشاكل في الجهاز الهضمي. بشكل عام الصيام ما نقدرش نقول إن هو بيعمل مشاكل إلا إذا اتبعنا عادات غذائية سيئة، ما عدا ذلك فهو مفيد. وبالتالي فإحنا بس إحنا كل ما في الأمر إن إحنا بنقسم الناس أو بنقسم مرضى الجهاز الهضمي إلى نوعين بيساعدوا على إن هو يحسن من حالته المرضية، ونوع عنده رخصة الإفطار لأنه قد يضر به إضرار شديد. النوع اللي عنده رخصة الإفطار مرضى الكلى بشكل عام، بالذات الفشل الكلوي، ومرضى الكبد أو تليف الكبد والاستسم، لأن دول قلة المية بيعرضوهم للجفاف، والجفاف ده بيمكن يعمل لهم مشاكل عنيفة جدا قد تصل إلى الغيبوبة الكبدية أو غيبوبة كلوية. ما عدا ذلك كل مرضى الجهاز الهضمي لا يوجد ما يمنع أبدا من الصيام، بل بالعكس الصيام قد يفيد أو هو فعلا هيفيدهم في تحسن حالتهم المرضية. يعني لو خدنا مثلا مريض عنده مشكلة في المعدة، عنده قرح في المعدة، عنده التهابات في المعدة، الصيام بيدي فرصة للمعدة إنها تهدى خالص عن العمل لمدة 16 ساعة. خلال ال 16 ساعة دي المرضى المعدة بتستعيد جزء من وظائفها، بتدي فرصة للمعدة إن الخلايا تعيد تخليق نفسها، بتقلل نسبة الأحماض في المعدة، فتقلل تأثير الأحماض العالي على إذا كان في قرحة أو التهاب، وبالتالي ده بيدي فرصة للتحسن السريع إذا كان عنده قرحة أو عنده التهاب في المعدة. بس هو المهم كمان إنه في وقت الإفطار بقى مش وقت الصيام، وقت الصيام مفيهوش مشكلة، ولكن وقت الإفطار المهم ما يفطرش على وجبات دسمة مرة واحدة، ما يتناولش عصائر أو مشروبات فيها سكريات نسبتها عالية. وفي نهاية حديثنا بتمنى للجميع أولا صوموا المقبول، وثانيا حاولوا تستفيدوا من الصيام في شهر رمضان لعلاج كل ما يعاني منه جهازكم الهضمي من اضطرابات. كل سنة وانتم طيبين.